السلام عليكم أصدقائي، كما كتشوفوا أجواء ممطرة خاصة بأكادير. حاليا كتوجدوا في ساحة الأمال في طال برشت، لأنو غادي ليكم لاكوت باش نصورو ليكم شي حاجة جديدة تما. إذا أجواء ممطرة، اللهم بارك، دازت واحد العاصفة رعدية قوية تماما وسبات بعض الفيضان هنا كما كتشوفوا. سبات بعض الفيضان خاصة بأكادير هنا. إذا أجواء ممطرة، أجواء جميلة، أجواء رائعة، اللهم بارك. سوس، عاصمة إمازيغ سوس. علاش غادي نقول لكم اللهم بارك؟ أكادير غادي يكون زوين تبارك الله في المستقبل، وخصوصا هاد الأيام ديال الربيع. شوف شحال زوين إلا كاينة الشتا، شوفوا تبارك الله الطبيعة ديال الشجاري، الشجاري واقفين تماما بالطريقة ديالهم، اللهم بارك. إذا أجواء ممطرة، أجواء رائعة، والمزيد الشتاء باقي هاد الليلة وغدا. إذا أمطار غزيرة باقي مستمرة حتى الغدا، غدا الإثنين الشتاء، ومدة 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام كلها غادي تكون الشتاء. كما كتشوفوا أجواء رائعة، أجواء جميلة في مدينة أكادير. ملي كتكون الشتاء كيكون الجو زوين نقي رائع جدا، الجودة يا سلام يا سلام يا سلام، اللهم بارك. اذا هاد البلاصه في المعرض تيرجع الربح وندخلو نصورو فيه. دابا ما عندناش، ما يمكنش نصورو فيه. اذا اجواء رائعه، اجواء ممتعه. نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه. شوفوا تبارك الله، امطار غزيره، اللهم بارك. اذا امطار غزيره كما كتشوفوا، اشتغل بصح. شوف شوف الغازو، شوف، واو 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 واو، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كيزرع في العزيز عليه هاد البرد، اشنو خص شي تيتيزه واعره، تيتيزه سخونه والماكله، وشي بارطمان حتى هي تكون سخونة وتعيش اللحظات رائعة جدا. واو 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 واو، باب باب باب، بيزرع لكم داكشي اللي عزيز عليه. إذا كما كتشوفوا معنا، هادي أمطار غزيرة اللي دازت قبيلة، سبات الخسائر، عفوا سبات بعض الفيضان كما كتشوفوهم. أمطار غزيرة كل مكان، الحمد لله سالات الشتاء ويخرج بيزرع. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنى. اذا اجواء ممتعه، اجواء جميله، ممطره تماما، وهادشي زوين تبارك الله. نتمنى الاعجاب ديالكم، ونتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس كما تشوفوها. هذه البلاصه ها اللي توحش الطبيعه، اللهم بارك. اللهم بارك، امطار غزيره كل مكان. شوف هذه حديقه الطيور، ايوا الحمد لله والشكر لله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. كما كتشوفوا من هذا الاتجاه فيضان، اذا بيزلاف نخرج كيما قاعدتو، بيزلاف كيتمشى. ايوا حنا ساكنين في طال برشت وقريب لينا هاد البلاصه، اي لحظه كيكون شي حاجه كنصوروها كما كتشوفوا. اللهم بارك، امطار غزيره. هادي السيوت عندكم، هذيك البلاصه حتى هي. دابا خصنا شي واد، نتمنى الاعجاب ديالكم. اللهم بارك كما كتشوفوها،
شوف هذه قوتها، شوف هذا فيضان، شوف اللهم بارك، ها شوف اللهم بارك، أمطر غزيرة في كل مكان. إذن عاصفة رعدية في كل مكان. نحاول نصور لكم شي اتجاه. إذن هاد البلاصة كله فيها أمطار غزيرة. إذن كما كتشوفوا أجواء ممطرة تماما. حاليا الشتا جاي في الطريق باقي. أجواء رائعة، وغادي نصور لكم الواد، الواد خاص ديال أكادير، حيت غادي الواد نصوروه لكم، وغادي يكون في فيديو جديد ديالو. إذا نتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي درنا هنا على حساب أمطار غزيرة، وفي نفس الوقت غادي للواد وغادي نشوفوا لكم البحر. دابا السيول عندكم فيضان، أجواء ممطرة تماما، وفي نفس الوقت كما قلنا كنصور لكم الا بالهاتف فقط، الكاميرا ترجع الربح. ملي غادي يرجع الربح ان شاء الله غادي نصور لكم بالكاميرا، حاليا كنصور الا بالهاتف. اذا اجواء ممتعه، اجواء جميله في لاكوت بعد امطار غزيره، وامطار غزيره باقي مستمره، وبعد الاوديه في كل مكان غادي يكون فيهم عاصفه رعديه في اي مكان ان شاء الله بحول الله. إذا نتمنى هاد الأمطار غزيرة تحتنا بالنفع. كما كتشوفوا غادي ليكم واحد الواد في هاد الاتجاه نصوروه حتى هو، نتمنى الإعجاب ديالكم باش تعرفوا بأنه راه كندير واحد المجهود باش نشارك معكم اي حاجه. والجو باقي ديال الشتاء باش نكون واضحين، باقي الشتاء كاين. نتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. دابا ما بقى لينا والو، نوصلوا للواد. ايوا اللي بغى يشوف الواد ادخل مكان الفيديوهات وغادي تلقاو الواد ان شاء الله بحول الله. اجواء رائعه، اجواء ممتعه خاص في اكادير، اللهم بارك. نتمنى الاشتراك في القناه، نتمنى الشعب ديالكم. كما قلنا كما كتشوفوا أمطار غزيرة، والواد من لهيه خاص في البحر. وهنا هاد البلاصة كلها فيها اللهم بارك أمطار غزيرة في لاكوت. نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كيما الجديد. تحياتي.